لسوء الحظ صادفنا هذا العرج الكبير، عرج السدرة. فأنا حفرت الطريقة أساس إنه ما أطول الفيديو. لو ما كان هذا يعني العرج الكبير هذا بقصه من هنا وبسحبه عادي، بس من هنا مشكلة ما بينسحب، لأن هذه الكوع أو الإلبو اللي موجودة هنا ما بينسحب من تحت. فأنا بقصه من هذه المنطقة طريقة هنا، أساس إني أسحبه انسيابيا. في رمل يد واحدة، في مشكلة هذا هو. نقص البيب ونبع الماء، هذا نقص البيب تخلصنا منه. احب نسحبه من هنا، وهذا بنحرره سحب لفوق. هذا هو بنسحبه، هذا هو سحب البيب الطريقة انسحب. الحين بنلف تيب عليه هنا، بنلف تيب هنا حساس انه ما يتخرمل فيه لما بندخله. الحين بنلفه حساس ان الرمل ما يدخل في البيب يتسكر علينا. نستخدم اللزق